اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامجنا وقفت كلك. موضوع حلقتنا لليوم عن الجيره خاصه في شهر رمضان. وخلينا نشوف اراء الناس ويستذكروا معنا الجيره كانت ايام زمان احلى ولا اليوم احلى، ولا انه بعده كله مثل ما هو ما تغيرش شيء عليهم. كل هذا راح نشوف في حلقتنا لليوم، وايضا راح يكون اليوم معنا زميلي واستاذي ومدير موقع بقجه الاستاذ عبد الرؤوف ابو فني راح يكون معنا، وراح يكون مقابله جدا خاصه. تابعونا في حلقتنا لليوم والحقوني. مشاهدينا احنا موجودين في محل احمد عبد الجبار صعبني لمواد البناء. السلام عليكم. والسلام ورحمه الله وبركاته. عرفنا حالك. ودي اياكم. اهلا وسهلا فيك. بدي اسالك في البدايه، كيف شايف اجواء شهر رمضان في اول اسبوع؟ الحمد لله رب العالمين، ممتازه. شرك في محل احمد عبد الجبار صعبني. ممتاز، فيش عليه حكي. طيب احنا سؤالنا سؤال اجتماعي، نسال عن الجيره بالذات في شهر رمضان. وإذا أنت بتقدر تحكينا كمان كيف كانت زمان وهل تغيرت اليوم؟ تغيرت حسب رأيي. قبل بكت أحسن واليوم تغيرت إلى الأسوأ. يعني قبل بكت جيران ما يستحيش الواحد من جاره إذا طبخ طبخة غير طبيخته إنه يديله جاره صحن طبيخ يأكل منه. اليوم لا، في شيء من هالنوع، كلها بتسجل حاله وبأكل لحاله، ما حدا خصه بحد. لا، ما حدا بيني بحد. شو بتوجه رسالة للناس يعني بمناسبة الشهر؟ بقول لهم اتقوا ربكم، وبنعطيك هدية أيضا مقدمة لك من سوبر ماركت الرحمة لصاحبها جلال فناتكم. كلها كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بألف خير. السلام عليكم. عرفنا حالك؟ خلاص المدلج. رمضان كريم بالأول. رمضان كريم. نسألك بداية، احنا نسأل اليوم سؤال اجتماعي في حلقتنا، وسؤال اليوم عن الجيرة خاصة في شهر رمضان. تحكي لنا كيف كانت زمان وشو وضعها اليوم؟ الجيري الجيران يعني. جيران. أيوة. والله ما تغيرش شيء يعني، المضبوط الجيري لازم في كل وقت يعني تبقى منيحة، وفيش فرق بين رمضان ومش غير رمضان يعني. وأيام زمان بكت مختلفة ولا زي اليوم كل شيء عادي؟ لا عادي، نفس الشيء. نظرك نفس الشيء كله؟ نفس الشيء. باسم كناني. هلا وسهلا فيك، انا بعرفك من زمان يا بس عشان الكاميرا. الجيره هي يعني اساس في كل علاقات اجتماعيه، ويعني وفي كل انحاء المعموره يعني الاعتقاد مش لازم تتغير يعني اذا الاساس متين. واعتقادي الجيري انا من تجربتي الشخصيه طبعا في حاره النزله لها حاره خاصه طبعا، وحاره اليوم اللي انا قاعد فيها العداسي يعني او الوسيه يعني الحمد لله علاقات مميزة مع الجيران، وهذا الشيء نعتز فيه ويسأل كل جار يعني باعتقاد بكل بلد زمان يعني كان على المستوى الجيري ولا على مستوى البلد العام يعني هذا الشيء بقدر احنا نعتز فيه، وبأمن انه رمضان يزيد خير على خير في هالعلاقات يعني.
ان شاء الله. شو رايك بسوق البلد؟ منيح، رائع سوق البلد، صالح على المستوى الشخصي زميل لنا، والدمن طبعا هنا الخضار والمنتوج طازه، والحمد لله علاقه ممتازه. انا من اكثر من 15 سنه يوم فتحنا هنا مداوم عند صالح، وبكل فخر واعتزاز بقول انه صالح شاب رائع جدا، وسوق البلد الله يوفقه ان شاء الله. سعد ابراهيم مصالحة لا شو متغير شدي، يعني تقول الناس مبلشانين بحالهم، السيارات ما فيش وقت جيران بعضها يعني قبل بكت الاشياء احسن، وبكت الناس مفتوحه بعضها والدور على بعضها، تكون بكت اريح فيش فضاوت بال بكت. يعني شو بتتذكر شغلتنا ايام زمان مثلا، شغلات بتصير بين الجيران مش موجود اليوم؟ اللي بكوا الناس مثلا ياخذوا من بعضهم، يتعشوا من بعضهم، يكزنوا بعضهم اكل مثلا، اكل شهيه مثلا يوزعوها على الجيران الموجودين، وهذا اليوم هذا كريل يعني في الكهوش. طيب سؤال، زمان ما كانش في تلفزيونات والشغلات، شو كيف كنتوا تقضوا رمضان؟ نكذي رمضان أضعنا مثل اليوم، شو بنكذي رمضان؟ يعني زمان كان في اليوم في تلفزيون وإنترنت والشغلات، زمان ما كانش هالشغلات. كان نروح بقوا عمان يشتغلوا، بقوا الناس تروح الجوامع، وهذا فيش يعني شيء ثاني اللي يسووه. احنا في النهاية بنقول لك شكرا لك ورمضان كريم، رح نعطيك هدية مقدمة لك من سوق البلد، كل عام وانتم بخير. عرفنا حالك؟ رازح شرقي. أنا صارت جيري بشكل عام، يعني بشكل عام بالذات بشهر رمضان جيري بشكل عام تغيرت، يعني العلاقة مع الناس بكت سابقا أفضل والمواد أكثر. برمضان طبعا الإنسان بيرجع وبحاسب الأشياء من جديد، فالعلاقة بترجع أفضل والناس بتتفرغ أكثر من ناحية اجتماعية لبعض. وشو رأيك في رمضان هاي السنة؟ هسه انا في بدايته ان شاء الله، الحمد لله بدايته بين الاطباع والاجواء افضل وايجابيه اكثر ان شاء الله. احنا فينا نقول لك كل عام وانتم بخير، رح نعطيك هديه مقدمه لك من سوق البلد، وشكرا لك. بارك الله فيكم. السلام كان عن. أهلا وسهلا فيك. بسألك، إحنا برنامجنا وقفت أقول لك نسأل أسئلة اجتماعية، وسألنا اليوم عن الجيري خاصة في شهر رمضان، هل تغيرت على أيام زمان ولا بعد الناس محافظة عليها؟ لا والله ما محافظة عليها ولا شيء، إلا العكس يعني تمام. اليوم جار بده يأكل جار وكده، إيش بيقدر؟ مش منيح الوضع، مش منيح. كيف كانت أيام زمان؟ تذكر اليوم ترجع اليوم ما فيش حد يوجب حدا، يعني بتفوت بتسرح بين الناس وكأنه بدك تأخذ منه مصاري يعني، فالوضع اليوم سيء، نتأمل يصير منه. شو بتوجه رسالة للناس بمناسبة شهر رمضان؟ إنه يتحلوا بالصبر، يتحملوا بعض، ومش أكثر يعني عن هيك. نا حالك؟ حافظ زيد من كفر كرم. ابن عمي ده. هلا وسهلا فيك. لا للأسف تغيرت. يعني اليوم بطل كتير علاقات الجيري، اختلفت كتير عن زمان. زمان بكون جيران متأمين لبعض، متقربين لبعض، اليوم للأسف هذا مش الواقع. وشو بتوجه رسالة لهالبلد مناسبة شهر رمضان؟ نتمنى الخير وربنا يهدي جميع ويدينا للصراط المستقيم. قدم لك من محلات حمادة سبليس وأيضا كرت صاحب يا نصيب، ونقول لك كل عام بخير. كمان هدية من نظمة أبو راشد. كل عام بخير. السلام عليكم. عليكم السلام. عرفنا حالك؟ بشير نظمة أبو راشد. أنت صاحب ابن صاحب المحل؟ يعني أنت صاحب المحل؟ لا أنا ابنه. يعني أنت مش أنت صاحب المحل؟ لا. طيب مش مشكلة، يعطيك العافية. شو بتحضر قاعدين هنا؟ قاعد بصفت بالعقود بظبط فيها. أنت بتساعد أبوك يعني؟ مش بس قاعد تتفرج على المحل؟ ولا تشتغل. طيب شو رأيك في أول بداية شهر رمضان؟ شو بدي أقول لك، شهر منيح، كله بركة، ويعني شو بدي أقول لك، منيح. شو بتنصح الناس تيجي لهون؟ ليش؟ ليش انت بتشوف محلكم احسن محل؟ عشان في يعني البضاعة رخيصة وبضاعة منيحة. حية سوق ومحبة. السلام عليكم. الله، اهلا وسهلا بكم. كل عام انت بخير. انت بخير، حياك الله. كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. للمشاهدين عرف على نفسك هيك، على موقع بوجة، زوار موقع بوجة. انا العبد الصغير ابو نظير وجيه قاسم
ذهب. يعني عمي ابو النظير يعطيك العافيه ورمضان كريم ان شاء الله. بدي اسالك هيك دردش معك بخصوص موضوع، شو رايك يعني شو بيعني الجيري؟ الجيري شو بتعني لك؟ الجيري اذا ما شالش ما حسني مبيحه تنفع من الجيري، تبقى عداوه. الجار في حديث بيقول الجار يلف الجار حتى، والجار الكريم احسن لك من اخوك البعيد. هذا عندنا مثال عربي يصير، ولازم مفروض الواحد يتعاون مع جاره ويكون منيح مع جاره، لانه جاره اولى من اخوه اللي بعيد عنه. عامل الناس وين وزمان غير، زمان غير يا عمي. ولما بيجي على بالي زمان بروح العاكل لزمان. انا عند حسن ظنك، شو بتعني لك هاي؟ انا عند حسن ظنك ان شاء الله يعني امان، لان الواحد كان عنده امان الى اخوه لاخوه او لصاحبه او لصديقه. حسن ظنك كان كل ما انت بتظن بي الحسن والمنيح المعروف بابك هاي. هاي بركة رمضان مبين. بارك الله فيكم. وهي أخرى الفلافل إن شاء الله اليوم من بركة رمضان. حياكم الله حياكم الله. هاي من سوبر ماركت الرحمة إن شاء الله. الله الله خليكم وخليكم. شهر الرحمة. الله أعطاهم خير ربنا إن شاء الله. كيف الوضع؟ كيف كان التحضيرات والطبيخ في أيام رمضان؟ صعب، أصعب من صعب. طيب ليش صعب يعني بدك تقول لي؟ حم من ربنا وحم فروني والغازات. شو رأيك كيف الوضع؟ إن شاء الله في تجاوب الناس السنة ولا؟ والله وضع الناس مش كل، الكل بفاصل، الكل بسأل، حتى مش عندي يعني، عندي الكل، الكل بيشكي من بس الحمد لله رب العالمين، كل واحد له زباينه ورزق على ربنا. دائما رزق على رب العالمين. يعني بتمنى انه ان شاء الله انه بالخير طبعا، بحب الخير، اني ظني يكون في خير ان شاء الله. من كلك كل عام وانتم بخير وان شاء الله خير. واهلا وسهلا فيكم وشرفتوا وشكرا على المقابله. يا ابو محمد كيف الحال؟ الحمد لله. شو ابو محمد كيف الصحه؟ ان شاء الله بخير. انا يا عم من مواليد الانجليز فاهم، وقال بصور 36 في اسرائيل صار لها 64 سنه. كيف صاحي انت ايام زمان الانجليز يعني ولحقتها يعني؟ طلع بقيت ب 36 الناس بقلها، اما بقوش بيهم مرض زي اليوم. يعني قبل بكل اكل يعني احسن، بقول الناس باكلوا خبز قمح، باكلوا خضره طبيعيه مش مزقوها من البيوف، وبقى فريته وعدس باكلهم كله. هذا بقى مليح لصحه، بقى حياه ابوي يجيب حصادين. احنا بقينا بكاريه اسمها البصمات من معه شمال، عمر الواحد 60 65 سنه بحظوقش 15 ساعة بقاش جراحة بتسبرين. أنا عندي فرماسية 7 جناس الدواء اللي بشربه أنا ومراتي كلها. كيف زلام زمان وزلام اليوم كيف؟ والله النشامة زمان والنشامة اليوم كيف بتقارن؟ أنه أحسن وحياة الله. بقينا نروح على رسات من منطقة الروحة من هون للد العوادين اللي عند العفورة ماشي، وبقينا لازم نروح مشي على راسات ما شاء الله، ولا بيه سيارات ولا شيء. اللي بيه عنده فرس يركب فرس، واللي ما بيش عنده فرس بيمشي عليه. يعني خرب حياة ابوي وقلبه بيمشوا من هون لحيفا بيش سيارات مشي بروحوا يشتروا اغراض على يافا ما شاء الله. بقت قويين الناس. اليوم اليوم كلها خربة على الناس. خربة على مشي على العربيات. عرفينا حالك؟ ايه دانيا. دانيا ايش؟ دانيا فيصل سيف. اهلا وسهلا فيكي. بدي اسالك كيف شايفك بداية شهر رمضان هاي السنة؟ صعب شوي. صعب تصومي؟ يعني يعني نص نص بالمدرسة. طيب وبدي اسالك احنا من سؤال برنامجنا سؤال اجتماع فيش حزازير، نسال عن الجيران في شهر رمضان. كيف بتشوفي علاقة الجيران بشهر رمضان؟ منيحة كثير. انتو كيف مع جيرانكم التعامل؟ منيحة علاقتنا. تبادل طبخات ولا بس بتعرف تعرفهم؟ نعم نتبادل. تبادلوا اليوم؟ اكيد. حلو كثير. طيب انا بدي اقول لك كل عام بخير، راح اعطيك هديه مقدمه لك من سوبر ماركت الرحمه. بقول لك كل عام وانت بخير. وانت بخير.
كبها. انت يعني مش من كفر قرع؟ لا انا برتعويه. او بتشتغلي بكفر قرع؟ ايوه. اهلا وسهلا فيكي. لا من يوم الدعايات اللي عملتون صار الكبار ازيد بسيد الحمد لله. الحمد لله. وكيف شايفه اجواء رمضان السنه؟ لا بتجنن اجواء غير. وين احلى بكفر قرع ولا عندكم؟ اكيد يعني برتع غير. طيب احنا بنقول لك لكفر قرع ولاهل برتع برضه كل عام وانتم بخير. شكرا لك. وانتم بالف خير. مع السلامه. في النهايه بنقول لك طبعا احنا شكرا وكل عام وانتم بخير لأهالي كفر قرع وأهالي برطع برضو. ورح نعطيك هدية. هاي أول مرة رح نعطيها هدية نظارات من أوبتينايز فرع كفر قرع. تحية شوق ومحبة. السلام عليكم. وعليكم السلام وعلى جميع مشاهدي بوكجة ومشتركي بوكجة وكل من يدخل على موقع بوكجة المحترم والكريم. تحية من رب العالمين طيبة طاهرة وإن شاء الله نتمنى لهم صياما مقبولا ونتمنى للجميع السلم والسلم والأمان إن شاء الله. سمحت القاضي إياد زحالكة، كيف اليوم رمضان معك؟ والله رمضان كريم والحمد لله رب العالمين. يعني أشعر كأني في روضة من رياض الجنة مع هذا رمضان. يعني النفس تسمو وتعلو وفوق كل ما هو مادي وكل ما هو يحتاجه الناس في الحياة العادية إلى ما هو فوق ذلك من مناجات رب العالمين ومن الشوق إلى أن يرتقي الإنسان إلى معاني المحبة والأخوة والتسامح وأن يشعر الإنسان برمضان أن هذا هو الموسم الذي يجب أن يعيد حساباته مع نفسه أولا ومع مجتمعه ثانيا ومع جيرانه وأقاربه ثالثة ورابعة. يعني هذه فرصة الإنسان فيها يتذكر رب العالمين ويسعى لإرضاء رب العالمين في كل مناحي حياته، في عمله، في عائلته، في بيته، في جيرانه، في بلده. وإحنا يعني هذه مناسبة حقيقة، مناسبة يجب أن نستغلها في هذا المضمار في محاسبة النفس. نحن نرى ما يحدث في شوارع البلد وفي المنطقة وفي البلاد عامة من مشاكل ومن خلافات ومن ترك للمضامين الاجتماعية والقيم الأخلاقية والإنسانية والدينية. فهذا الموسم هو موسم الرجوع إلى الله، هو الموسم الذي يعود به الإنسان إلى نفسه وإلى ربه وإلى دينه. فالإنسان الصائم عندما يكون صائما يعني يكون عمليا في كل لحظة من لحظة صيامه هو بمناجاة مع رب العالمين أنه أنا هذاني صمت لرب العالمين وأنا تركت كل ما أمرتني أن أتركه وأنا كرست نفسي لله ولمرضات الله. فإذا الإنسان عمل بهذا العمل في رمضان ولم يترك الطعام والشراب وغيرها فقط لكي يكون بهذا الفرض، إنما تركها تعبدا وتحسبا وتوكلا على الله وجعل هذا الشهر هو شهر يخرج منه جديدا بفكر جديد وطرح جديد ورؤية جديدة وحياة جديدة، حياة التي يكرس فيها نفسه أولا لعبادة الله ومن ثم لمصلحة بلده وأهله وأقاربه ومجتمعه. فنحن قد استثمرنا رمضان الاستثمار الصحيح. ويعني وغني عن القول إنه مجتمعنا بحاجة إلى تغيير وبحاجة إلى تغيير في الأنماط الفكرية والسلوك الاجتماعي والسلوك داخل البيوت في العلاقات بين الآباء والأبناء، في العلاقات بين الأزواج والزوجات، في العلاقات بين الأخوة والأخوات والجيران. نريد أن نرى مجتمعا متحابا، مجتمعا متعاونا، متضامنا، يقف كل مع بعضه كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد. فنتمنى أن يكون هذا رمضان وهذه القيم التي نخرج بها من رمضان. هنا خلصت حلقتنا لليوم وشفنا آراء الناس بين إنه بيحكوا الجيرة بعدها موجودة وبعده في ألف بين الناس، وفي ناس بتحكي بقول لك لا الجيرة زمان كانت أحلى واليوم تقريبا عم تتلاشى. طبعا في النهاية طبعا بحب أشكر الأستاذ عبد الرؤوف أبو فني اللي كان معنا اليوم في حلقتنا واستضاف وكان معه لقاء شيق مع حضرة القاضي إياد زحالقة. احنا طبعا ساعة قبل الإفطار شايفينك بضع سيارات شوية هدوء، بعد ساعة بالضبط أصوات معالق بترنرن على الصحون. وخلينا احنا برضو نروح نرن المعالق على الصحون ومن كلكم تصبحوا على خير وانتظرونا بكرة بحلقة جديدة وموضوع جديد من وقفتك كلك.